بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري الاستاذ صالح فاضل. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه استاذ صالح. قوات النظام تصعد في محافظه القنيطره وبعض بلدات ريف درعا الشمالي، كيف ترى مستقبل درعا واين يقف المجتمع الدولي من هذا التصعيد؟ حقيقة المجتمع الدولي مجتمع متواطئ مع النظام السوري، وهذا التواطؤ مع النظام السوري أيضا هو تواطؤ مؤقت، لأن النظام السوري عبارة عن خادم ووكيل لقوى دولية في سوريا ومنتهي الصلاحية. أتوقع أن النظام السوري رغم ما يظهر للناظر نظرة سطحية للأحداث في سوريا أنه نظام قوي جدا بسبب جرائمه الفظيعة، إلا أن هذا النظام هو منتهي، فقط هو شكل نظام، أما الأوامر فهي أوامر روسية وأوامر إيرانية بل وأوامر أمريكية، وبالتالي النظام هو في حكم المنتهي. هناك تواطؤ دولي على تخريب الثورة السورية، إنهاء الثوابت التي أو إفشال الثوابت التي انطلقت منها الثورة السورية، ألا وهي الخلاص من الاستبداد والسير في مسيرة النهضة الشاملة في سوريا. هذا هو تواطؤ النظام الدولي. أما الأسد ونظامه فإنه منتهن دوليا ومنتهن حتى روسيا وأمريكيا، يمكن الإيرانيين متمسكين فيه إلى حد ما، لكن الإيرانيين بالأخير هم مع روسيا يبحثون عن إدارة سياسية تحقق أو تثبت جزءا من مصالحهم المهزوزة. المصالح الإيرانية هي مصالح مهزوزة، ربما سيقعون مستقبلا بصراع حتى مع روسيا بعض القضايا. نعم أستاذ صالح، من المواضيع المطروحة في قمة أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين القضية السورية، كيف ترى الترتيبات الروسية الأمريكية في سياق القضية السورية؟ الترتيبات أصلا موجودة قبل ما يلتقي بوتين وترامب، أن الإشكالية الكبرى هي منطقة الجنوب، وها هي مشكلة أو قضية الجنوب تم حلها بالتوافق الروسي الأمريكي، ويبدو أن هذا اللقاء هو لإعداد الترتيبات الأخيرة ولاستماع بوتين إلى تعليمات أمريكية جديدة. أيضا هناك استحقاقات داخلية أمريكية، يريد ترامب من خلال هذا اللقاء أن يسمع الرأي العام الأمريكي أننا لسنا بأوامر روسيا، لأن هناك المعارضة التي تواجه ترامب في قضايا الحالة الانتخابية والتدخل الروسي فيها في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أزعجت ترامب وحزبه، وبالتالي هو يريد أن يقول ما زلت أنا السيد وليست روسيا، وكلام ترامب هو الحق فعلا. السيدة في السياسة الدولية وفي سوريا وغيرها هي للسياسة الأمريكية ما زالت، وتلك السياسة التي لا نثق بها نحن كسوريين وكعرب وكأمة إسلامية أيضا. السياسة الأمريكية سياسة غير موثوق بها وفيها الكثير. أستاذ صالح، ماذا بقي للمعارضة من أوراق للتفاوض في ظل محاولة أو محاولة قتل الثورة السورية؟ حقيقة الآن هناك تفكير جدي من الثوار، بل ربما بدأوا ببعض الأفعال إن شاء الله تعالى لتشكيل خلايا مقاتلة في مناطق النظام لجعله يألم كما ألمنا، ولن نترك النظام يعيش حالة من الهدوء والاستقرار حتى لو وقفت معه كل دول العالم، لأن العمل العسكري بطريقة الخلايا هو عمل غير مكلف وعمل موجع للنظام ويحدث حالة اللا استقرار والقلق. الأمر الآخر، الخبر الذي أريد أن أؤكده الآن وهو خبر جديد يمكن ما ذاعته ولا قناة إعلامية، أن في مباراة كأس العالم في روسيا ذهبت 200 أسرة من آل الأسد تحت غطاء أنهم ذهبوا لكي يشاهدوا مباراة كأس العالم، لكن حقيقة ذهبوا واشتروا الكثير من المساكن ويريدون أن يستقروا في روسيا تحسبا من قادم الأيام، لأنهم مدركون أن الأسد وأعوانه سيتعرضوا للمحاكمة. وصلت الفكرة أستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري.
كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.